أنا بتشاؤم بصراحة، تشاؤم بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم. في ناس بتتشاؤم من بعض الشهور، وكان العرب قديما يتشاؤمون من شهر صفر. في ناس بتتشاؤم من بعض الأيام، يوم الأربعاء يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس. الجمعة فيها ساعة نحس يا مسلمين، ده فيها ساعة إجابة. لك بتشائم من يوم الأربعاء، بتشائم من الرقم 13، يستضيفه ممثل أو مغني أو بتشائم من الرقم 13. تشاؤم بمعلوم، بعض الشهور، بعض الأيام، بعض الساعات، بعض الأرقام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورثنا مع الأسف موروثات باطلة تحتاج إلى سيول من النور حتى تزيح هذا الركام من عقول الناس ومن قلوب الناس. ومن ضمن هذا الركام الباطل التشاؤم. الجمعة فيها ساعة نحس، فلان وشه يقطع الخميرة من البيت نحس. احنا استرحنا بوش مين النهاردة نحس، عيني بترف استر يا رب، ودني متصفر، ربنا يعدي اليوم ده على خير. ام وقع وقت نعب الغراب شرارة، حاسب من شرارة. العروسة دي لما جت رفضوا جوزها، أدمها نحس. في الفلاحين يقولوا كده، عروسة أدمها نحس. التشاؤم مرض. المتشائم ده وقع في الشرك، لأن النبي قال الطيرة شرك، وإنسان مريض. ليه التشاؤم شرك؟ لأن المتشائم قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له، وهم وخيال. وربنا علمنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. المتشائم مريض، أنا مشفق عليه والله، إنسان مريض ينظر للحياة من وراء نظارة سوداء، إنسان قلق تعس كئيب، صدر منقبض على طول، لا يعرف للراحة سبيل ولا يدرك للطمأنينة طريق. بقول لك عايش وبيبص للدنيا من وراء النظارة السوداء. إنما المؤمن متفائل، مهما حلولكت عليه الأحوال متفائل، مهما ظلمت في وجهه الأمور البشر السرور لا يفارق وجهه. المؤمن أوسع الناس أملا، أكثر الناس تفاؤلا، أعظم الناس استبشارا، أبعد الناس عن القنوط واليأس والضجر والتشاؤم. وكيف لا يتفاءل المؤمن وقد وضع أمره كله بين يدي الله؟ أنا مع الله ذو القدرة التي لا تحد، والرحمة التي ليست لها نهاية، والكرم السابغ. أنا مع الله، الكون كله في يده، من الذرة وإلى المجرة، أنا مع إله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. طب في واحد بالشكل ده ممكن يتشائم؟ ممكن ييأس؟ ممكن يقنط؟ ممكن يضجر؟ لا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمهم الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. النبي كان يتفائل، حب يسمع الكلمة الطيبة. كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وعنه أيضا، يعني عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن، يستبشر بالاسم الحلو. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رزق بمولودة، قال له النبي: هل سميتها؟ قال: نعم، سميتها عاصية. عاصية
عاصية. قال النبي بل جميلة. رزق علي بولده الأول، قال النبي هل سميته؟ قال نعم سميته حرب. قال بل حسن. الثاني سميته حربة، سيدنا علي فارس مصمم، قال بل حسينا. كانت تعجبه الكلمة الطيبة وكان يحب الاسم الحسن. وإليكم طرفة رواها الإمام مالك في الموطأ وإن كان فيها كلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى برجل فقال له عمر ما اسمك؟ قال جمرة. واحد بيسمي ابنه ولعة، ما اسمك؟ قال جمرة. قال جمرة ابن من؟ قال ابن شهاب، يعني ولع ابن حريقة. جمرة ابن شهاب. قال أين تسكن؟ قال بالحرقة، حتى الحي اسمه ولع بالحرقة. قال في أي مكان منها؟ قال بذات لظى. أعوذ بالله، ولع ابن حريقة ابن ولع ابن إيه ده؟ قال عمر أدرك بيتك لقد احترق. الإمام مالك بيقول فعلا الرجل عاد إلى بيته فوجد النار قد شبت فيه. يبقى احنا ديننا مش دين تشاؤم، ديننا دين تفاؤل. ولذلك علينا أن نسمي الأولاد بالأسماء الحسنة، بشر، سعد، سعيد، محمد، أحمد، مصطفى، عمر، أسماء حلوة يعني معانيها جميلة، معناه في بشر، معناه في سهولة. النبي التقى بجد سعيد بن المسيب، قال ما اسمه؟ قال حزن. حزن يعني خشن غليظ. قال بل سهل. كان بيغير بعض الأسماء، قال بل سهل. قال لا أدع اسم سماني به أبي وسمتني به أمي. قال سعيد حفيده فلم تزل تلك الحزونة فينا إلى الآن. روى أبو داود في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. طبعا الحريم بيشعنا إن الولد بيتنادي في الآخرة باسم أمه، يقول تعالى يا حسن يا ابن حسنية. طب ليه ما يتناديش باسم الوالد يا حجة؟ تقولك افرض واحدة يا ابن غلطت وهي متجوزة، فعشان ما يحصلش لخبطة، استني بس يا حجة، لخبطة على مين؟ من الذي سيقضي بين العباد في الآخرة؟ هو الواد ده في محكمة زنانيري؟ ده في محكمة ربنا، وربنا لا يخطئ لا ينسى جل جلال الله. النبي قاله أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. يبقى النبي قال لا طير، فيش تشاؤم، كان مستبشر على طول. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يبقى علينا مهما حلولكت الظروف أن نتفائل ولا نتشائم، الأمر بيد الله، نأخذ بكل الأسباب، فإذا حصل ما نرجوه نقول قل إن الفضل بيد الله، اللهم لك الحمد يا رب. وإن حدث ما لا نرجوه بعد بذل الأسباب ما نزعلش، ونعرف إن الخير في كده، ونقول قدر الله وما شاء فعل. ويعجبني أبيات قالها شاعر متفائل، بيقول إيه عم الشاعر المتفائل؟ يكون متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يحيطنا جمر الصيات وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قومي رغم دموعكم، متفائل يا قومي رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أيضره، يا قومنا سنارة الصياد. فتفاءلوا يا عباد الله ولا تشاءموا أبدا. والسؤال ولكن ما هي كفارة التطير؟ الواحد لما يتشاءم من